خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. أنت دائما في حاجة لربك، وفي حاجة أن تدعوه ليل نهار، وفي حاجة أن تطلب منه صغير الأمر وكبيره. أفضل شيء تطلبه منه ما هو طالبه منك، أن تعبده وأن تستعين به وأن تنفذ أوامره. هذا خير ما تطلبه، عندئذ يعطيك ما أنت طالب. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج مع الله ومع صاحب الفضيلة فضيلة الإمام العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي نستفيده من هذه الحكمة البالغة؟ الإنسان لا تنتهي يعني مطالبه في هذه الدنيا. صحيح. مطلب دنيوي، مطلب أخروي. مع أن عظمة الإسلام أنه ليس هناك عمل دنيوي وهناك عمل أخروي. أي عمل دنيوي وضعت له النية الصادقة أن يكون لله، خلاص. رياضتك مع زوجتك أن تتمشى، تاخدها وتتمشى شوي. طبعا الناس تستحي، تقول لك ده الناس تفضحني في البلد، كيف يعني أمشي مع حرمتي أطلع عجل أنا وهي زي العيال؟ لا يا سيدي، أنت تجري وتسابقها كالرسول صلى الله عليه وسلم. بس هو لأن العادات تسبق العبادات، وأننا أسرى لعاداتنا، فللأسف عطلنا كثيرا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فأي كان يسابق زوجته؟ كان يسابق عائشة، وسابقها فلما كانت خفيفة اللحم فسبقته، فلما كبرت سنها قليلا سبحان الله يعني سمنت قليلا أو زاد وزنها قليلا. فالعجيب عزقف وأخبر الله ذكرتني بوركت. الأزواج العصريين اللي من دول متزوجين من الاسطبل، هم تخيلوا كده. نعم. بحيث انه بيوزن زوجته، انت زدت 2 كيلو، انت هو انت واخدها من الجزار؟ يعني انت متزوج كيان ولا متزوج كتلة؟ كيان. كيان طبعا. يعني كم ولا كيف؟ كيف؟ طيب يعني اذا نظر اليها سرت، وانا مش اذا سارت في الحياة نحفت، ما قالش دي. ما يقول السرور بقى تأتي من النحافة. نعم. السرور يأتي من النحافة. هذه سبحان الله. طب وجده ليه كان بيتزوج ب 150 كيلو؟ المهم ما علينا. القضية مش القضية. هل ده بعد عن الدين مولانا؟ انشغال بالشكل دون المضمون مثلا؟ هو عبارة عن تفاهات العقل المتمسلم في هذا الزمن. العقل المتمسلم؟ أيوه. لا تعده مسلما؟ لو فهم، لو كان مسلما حقيقيا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا المسلم الحقيقي، ده النموذج. يعني إيه أسلم؟ طب ما نقول أسلمت برضه رب العالمين. لا لا لا، هذا كلام، هذا كلام. طب أقول لك شيء، ما تطبيقه في الواقع أو ما صداه يعني؟ طيب قالوا الحسن البصري بيسألهم من أنتم؟ قالوا نحن محبوك في الله. فجروا وراهم بالحصى، فجروا. قال والله لو أحببتموني حقا لصبرتم على بلائي. عايز يديهم درس. هو اللي يحب واحد مش يصبر على كل بديع. هذه القضية. الـ 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 المسلم عندما تكون نظرته، شوفوا نحن أمة بفضل الله يخاطب وحيها القلوب والعقول. تمام. إخواننا في الإنسانية في الغرب نحوا الغيب جانبا تماما، أنكروا الغيب وقدسوا العقل. نعم. نحن مع تقدير العقل لا مع تقديسه. تمام. نعم. تمام تمام. وكان يعني نحن نريد قلبا عاقلا وعقلا قلبيا كإبراهيم. نفسرها دي. سيدنا إبراهيم قلبه موصول بالله، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ولا يأتي هذا إلا من القلب. تمام. ولكنه لما حاج الذي النمرود وحاج قومه أيضا في مسألة التسفيه آلهتهم المزعومة، سبحان الله، هذا قلب عقلي وهذا عقل قلبي. نحن نريد هذا العقل سليم، نحن نريد هذا الـ يعني قلنا إن 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 زنيرة لما أما من الإمام. نعم. طلقت من زوجها
استشفع زوجها برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن يعيدها. ذهب الرسول إلى زنيرة في بيتها. تمام. انظر إلى هذا المقام الكريم. بديع. وقال عودي إليه يا زنيرة. قالت يا رسول الله أوحي أم شافع؟ تمام. الله أكبر. أول حتى يكفيها أن يكون الرسول شافعا؟ لا، أدي العقل وأدي العقل وأدي القلب. خلاص. نشوف الإيمان يكون إزاي. تمام. أوحي أم شافع؟ قال لا شافع. قالت لا أقبل الشفاعة. ولو كان من رسول الله؟ بس شوف يعني ما فيش زواج بالإكراه ولا في زواج مجاملة. ولا في الرسول أقر هذا؟ نعم. الرسول أقر، لم يغضب عليه الصلاة والسلام. هو شافع، أن تقبل شفاعتي أو لا تقبلها، هذا يضرب لنا المثال صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك حادثة لطيفة من الواقع يعني. نعم. جاني رجل مسافرا هو وابنه وعملوا بطاقة سفر طائرة وجاءوا إلى مكتبي. نعم. الرجل يريد أن يزوج ابنه لبنت أخيه. تمام. تبقى بنت عم الولد يعني. تمام. وأبى الولد تماما الشاب أن يتزوج ابنة عمه. نعم. وحاول مع بعض العلماء يثنوه وأبدا. قال بمن تقتنع؟ قال لا أقتنع إلا برأي الشيخ عمر. قال خلاص بكرة إن شاء الله وجاءوا إلي. هاي. هل هذا الولد عاق؟ هذا الولد لا يسمح كلامي؟ هذا خير. هذه يا مولانا زي اختي. فشعرت ان هناك حلقة مفقودة خبرة الدعوة. تمام. فتنحيت بالولد جانبا. خير يا ولدي، مالها بنت عمك؟ قال عمي مات الله يرحمه. الله يرحمه. وساب ترك ثمن فدادين. عشان اخواننا يعرفوا بالعرب بالكمية. الفدان 4200 متر مربع. واضرب 8 في 4200 يطلع ايه 35000 ولا 33000 متر مربع. مساحه ضخمه. فهو ابويا عايز ياخد البنت وياخد الارض من الاخر. وانت اغلب ده خرجت. تعال يا حاج. نعم. هو مش ينفع يا اخوتها، لا زواج، لا اكراه في الزواج. الرجل شعر ان اخر ورقه شفاعه سقطت. فثار على ولده. بنت عمك لحمك ودمك، أنا مش عارف ايه، المحجبة الملتزمة اللي حافظ القرآن، ان لم تأخذها انت مين ياخدها؟ قال ياخدها ربنا بس. وحل الموضوع. فأحيانا نحن لا نوازن بين العقل والقلب. فزنيرة رفضت شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. بس إذن القضية ان 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 الحباب بن المنذر ليس ابو بكر وليس عمر وليس عثمان وليس علي، واحد من عوام الصحابة يعني. نعم. له ليس له بدن. أول ما وصل بدر سأل سؤال واحد، أوحي أنزلكه الله يا رسول الله فلا نحيد عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال يا حباب بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال ليس هذا بمكان، هذا هو العقل. وبيجتهد مع من؟ مع الرسول. والرسول لا يقول له أنا رسول الله والله لن ينزلني إلا المنزل الصحيح، لأن في أسباب الدنيا نحن لا نعطل قانون السببية، لا يتعطل قانون السببية مطلقا. تمام. مع عدم تعطيل قانون السببية، ما الذي يمنعني أن أطلب من الله سبحانه وتعالى ما أريد؟ شوف، والحكمة تقول خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. شوف، كان الصحابة يطلبون من الله ثمن شسع عليهم وثمن ملح طعامه. طب جيد. طيب إذن هذه الحكمة كيف نفهمها؟ أفهمها أقول لك أنا شيء. نعم. إذا طبقت من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما يعطي السائلين. إزاي؟ أشرح لك. عندك ولدين. ولد كل ما يشوفك من أولادك أبويا اديني 10، أبويا اديني 50، أبويا عايز 30. ولد آخر الثاني أخوه لا يطلب منك مطلقا، مش عايز حاجة يا ابني، بارك الله فيك تكون راضي عني يا أبوي. بالله عليك قلبك تتمنى أن تعطي من؟ الثاني. ولله المثل الأعلى. ونعم بالله. شغلوا ذكره، شغلوا ذكر الله عز وجل عن أن يسأل. ولكن ليس معنى هذا، بالعكس. هل نتوكل؟ لا، من لم يسأل الله يغضب الله عليه. طيب كيف نفهم هذا؟ أول أنت لما تطبق كل شيء وضده فورا يعني. لا لا، أنت لما تنفذ أوامر الله فيما طلب منك. تمام. خلاص. نعم. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. لا يغتب بعضكم بعضا. تمام. أوامر والنواهي أنت التزمت بأوامر الله. خلاص. نعم. هو يعطيك مسألة الرضا ويقنعك بما آتاك، لأن ما آتاك سبحان الله
هو خير لك مما منعك. تاني ما أتاني ما أتاك سبحان الله خير لي مما منعني. نعم. أنت منع عنك أشياء أنت لا تعرفها. تمام. لكني أحبها وأريدها. حلو. هذا في منظورك أنت. أقول لك شيء. الولد عنده 4 سنوات. تمام. يكره الحلاق ولا يحب الحلاق؟ يكره. تمام. نعم. أبوه وأمه لما يودوه للحلاق عشان يحلق كراهية أم حبا؟ طب بلاش دي. بلاش دي. حبا. هو عندما يرى الطبيب ويريد أن يعطيه إبرة حقنة. تمام. يكره. يتملص الولد. طبعا. ويستغرب كيف أمي الرحيمة كيف الممرضة ملائكة الرحمة دول أن تمسك إيدي وتشكني بالإبرة سبحان الله. هما الكبار يعني عايزين مصلحته ولا مضرته؟ قطع المصلحة. هو ليه؟ عقله إيه؟ قاصر لا يفهم. لا وقلب العبد وقلب المؤمن المدعي الإيمان والمتمسم قاصر في فهمه فإذا منع شيئا ظن أن هذا شر له. ففيما شرع الدعاء إذن سيدي؟ أنت سبحان الله العظيم رب العباد إذا لم تدعو غضب عليك الله لا يمل حتى يمل العبد. أنت تطرق بابه ليل نهار بس في نقطة. أي إذا دعوته ولم يستجب لك فتلك إجابة لأنه ما حرمك ما حرمك من الإجابة إلا لمصلحتك. بمعنى أن أنت عايز مال معين. تمام. عايز ولد. عايز ولد وعايز سلطان وعايز عايز كرسي عايز تمام. ولكنه لم يعطيك. ليه؟ لأن من عباد الله فقير لو أغناه لفسد حاله، ومن عباده غني لو أفقره لفسد حاله، ومن عباده سقيم لو أصح بدنه لفسد حاله، ومن عباده صحيح لو أسقمه لفسد حاله. الله. فابقى مع مراد الله. ابقى مع مراد الله. أقول لك شيء. طب كيف إزاي أعرف إن ده مراد الله أساسا؟ مراد وأن الله. وأن أقيم الأسباب وأنا كده وخلاص مش هزيد يعني. أنت دعوت الله 3-4 سنوات. واحد اسمه يحيى بن سعيد رحمه الله كان من جيل تابع التابعين. قال يا رب من سنوات 3 أدعوك في أمر ولم تستجب له. فرأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا يحيى بن سعيد إنه يحب أن يسمع صوتك. لأنه لو أدهه لك تمشي من على الباب. الله. هو عايز يسمع صوتك. الله. هو عايز يسمع صوتك. ده الجانب الآخر. كده. ولذلك ليس معنى أن الله لم يستجب لك أنه غضب عليك. لا. بالعكس. بالعكس قد يكون الإسراع في الإجابة دليل على أن الله لا يحب أن تقوم بين يديه. قلنا قصة زمان في الوعد الحق يمكن أو في صفوة الصفوة. نعم. من تاريخ أبي حنيفة أنه جاءه رجل يقول له يا أبا حنيفة إنني بعت بيتا لي وخبأت المال في مكان ونسيته. تمام. فضحك أبو حنيفة. وما علاقة أبي حنيفة يعني سبحان الله في هذا الأمر يعني؟ قال أنت شيخنا وإمامنا دلني على عمل حتى أجد مالي. قال ارجع الليلة فقم لله الليلة ورب العباد يذكرك بالمكان. جاء الرجل صلاة الفجر خلف أبي حنيفة منبسط أساريره. قال أبو حنيفة وجدت نقودك؟ قال نعم. قال كيف؟ قال ما أن كبرت تكبيرة الإحرام في أول ركعتين حتى تذكرت مكان المال فخرجت من الصلاة قبل أن أنسى وأخذت المال. ثم قال ثم نمت. قال كنت أوقن أن الشيطان لن يدعك تتعبد لله الليلة. ليه؟ لأن عبادة بغرض. عبادة موقتة بغرض. صلى وصام لأمر. زي الولد التلميذ لما طول السنة ما يشوفش وشه في المسجد وقبل الامتحانات بشهر 5 صلوات يجي صحيح ويقبل يد الشيخ وراس الشيخ وادعي لي يا شيخ وعندي كيمياء الساعة 9 الصبح حاضر يا ابني ابعت لك فاكس دعاء ان شاء الله. طيب حكمة ابن عطاء الله السكندري خير ما تطلبه منه ما هو طالبه يعني منه. يعني أن تسأل الله أن يعينك على طاعته لمقصدها. هذا مغزاها. أيوة. أنا عبد ضعيف. إذا أردت أمرا من أمور الدنيا الأمر أيضا متعلق بالآخرة. أدعو يا أخي سبحان الله وأنت سبحان طالما ليس إثما ولا قطيعة رحم. طب ما الذي أطلبه أنا من الله أنا أعلمه وأريده؟ ما الذي يطلبه الله من العبد؟ يطلب أن أعبده وأوحده ولا أعتمد على أحد سواه ولا أستعز إلا بعزته ولا ألوذ إلا بجنابه ولا ألجأ إلا إليه ولا أقف إلا على بابه. أفلا نطلب منه الدنيا؟ أطلب ما شئت
طالما ان كانت الدنيا خيرا له. اما ان كانت الدنيا يعني سبحان قد تأتين الدنيا وسبحان الله العظيم الا تفرح انه ان الله لا يحب الفرحين. يعني يفرح ايه؟ مش يضحك يعني، ده يفرح ينسى المنعم ويذكر النعمة، هو ده الفرح. ده لقارون، ده لقارون. يعني انت عندما اتيته على علم عندي فاعتبر ان ايه؟ اعتبر ان هذا جهد خاص منه هو بذكائه. شوف شوف شوف. وعلمه. اهل الدنيا لهم مفاهيم خاصة. اقول لك شيء. يا ريت تفضل. احنا قلنا ان الغرب نحى الغيبة جانبا ورغم ذلك. نعم. اذكر انا من ريغان، ستالين، ميتيران، دول كان ريغان امام لجنة الكونغرس امريكا يقول احنا لا داعي للعمل بكد واجتهاد لان خلاص اقتربت الساعة واقتربت معركة هرمجدون والمسيح سوف ينزل. الله ده يؤمن بغيب سواء صح وصحيح ام غير صحيح. ستالين كان يعتمد على عرافة تمكث في قصره وتقرأ له الطالع، وكان يغدق عليها من الأموال والذهب، وخاف التهرب الذهب من الاتحاد السوفيتي أو من روسيا. فعملت إيه؟ راحت وديته عند بتاع فورد، صهر لها الذهب وطلت به سيارة ونقلتها مباخرة إلى بلدها. ميتيران كان عنده وحكم 14 سنة فرنسا وكان يساري سبحان الله. كان في قصر الإليزيه ناس من الأفارقة يتعدوا 15 واحد كانوا يسميهم مستشارين، دول كانوا عرفين وكهنة. ما الذي نستفيد من هذا؟ ان الانسان عندما يفقد الغيب الحقيقي وهو ايمانه بالله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب يبدأ يشوف عندهم زعماء ورؤساء، جاب واحد عراف واحد مش عارف ايه يضرب الطالع ويقرأوا له الحظ وانت برج الدلو وانت برج الطور وانت برج العقرب سبحان الله ويضربوا اخبار. لا ليس هذا. كيف نطبق حكمة ابن عطاء الله السكندري لكي نكون مع الله سبحانه وتعالى؟ انا اذا شغلت نفسي بامر الله وبأوامره الدنيا سوف تركض خلفي. شوف قرص الشمس، صور ان هذا هو الحق خلاص تمام. نعم تمام. اذا توجهت نحو الحق تمام، اين ظلك؟ خلفي. خلفي ظلك يمثل الدنيا تمام. فكلما ركضت نحو الحق تبعتك الدنيا. اذا قلبت الآية اديت ظهرك للحق للشمس خلاص تمام. اين ظلك؟ امامي. تركض خلفه ها هل ايه؟ هل تلحقه؟ لا، تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا يصيبك الا ما كتب الله لك. نعم. اذا القضية ما الذي نأخذه من هذه الحكمة؟ أيوة. خير ما تطلبه منه هو ما هو طالبه منك. انا اذا عبدته وفرغت نفسي لقواعده واوامره عمرت للدنيا والاخرة. هل هذا ايضا له يعني انشغالك بما ضمن لك عما فرض عليك؟ ممكن يكون تفسيرها بحكمة اخرى، اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيه في أشغ مكفول لك الرزق. إذا لتكن حكمتنا في الحلقة القادمة. أهلا وسهلا مرحبا. بارك الله فيك. حتى نتعلم أدب الطلب من الله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا مرحبا. وماذا نطلب من الله عز وجل وماذا لا نطلب. أهلا وسهلا. شكرا لفضلتك على هذا اللقاء. بارك الله فيك. شكرا الله لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج مع الله، السلسلة الطيبة الطاهرة التي نحن فيها بضيافة العالم الجليل صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي الذي نشكره باسمكم جميعا. شكرا سيد الكريم. شكرا الله لكم وللمشاهدين. وفيك بركة الكريم. وحتى ضمننا لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك بارك الله عليك.